أباطرة النسيان. أيتها الجدة التي تدعي الحكمة، يا أرضي التي تتخلى عن جذوري، أتحدثينني أم أحدثك؟ ثمة شمس تغرب وتشرق من نفس النقطة تقريبا، تضيء وتطفئ، وثمة دائما مدينة تتجهز للنسيان. بالتأكيد كان دائما في البلاط عراف يحاول ببسالة أن يغير مسارات النجوم، أو يتلمس بشارة في سماواتها في مداراتها المعتمة، بينما الإمبراطور المطرز بالهزائم يتساءب في سراويله الداخلية ليصرفه عن مجلسه، يدرك ببصيرة إلهية أن الأمور استقرت على هذا النحو. في الليلة الأخيرة كان الإمبراطور قسطنطين بلا زينة ولا أصباغ يرسم الخرائط لرجاله، وهو يرقب الأفاعي النائمة في جفونهم، وحين ودعهم للحرب قال لنفسه: أعرف أن ذهبهم أحب إليهم من مجد المسيح، وأنني لن أنتصر بهم، لكن علي أن أصون الشرف. حين سقط الإمبراطور بجرحه المميت، تشبث بقدم أحد جنوده وتوسل: أكملها يا فتى، وخلص روحي بحربتك قبل أن يدركني سيف تركي يدنس شرفي. هكذا حدثنا عنه جيبون. وبمثل ذلك حدث سلطان الترك نفسه بعد قرون، وهو وحيد في عباءته بين رجاله، يتنفس ضجره في وجوههم ليصرفهم عن مجلسه، صارح ضيفة: هي حكمة غيب لا أعلم أسراره، لكني أعرف أن اللعبة أكبر من سيفي، وأدرك أن رجالي أعدائي، وقد أكون آخر حبة في مسبحة السلاطين. ختام الصلاة السجدة الأخيرة، أجاهد بدهائي أن أنقذ شرفي. هكذا حدثنا عنه أغا خان. نفس المكان، القسطنطينية مرة، ومرة أخرى باسم اسطنبول، مرة باسم المسيح، ومرة باسم الإسلام. شمس تطفئ وتضيء. بالتأكيد بقي في المدينة رجل تعففت عنه السيوف. أي خيبة وأي انكسار لذلك العائد من الموت. مضى وهو يدق الطبول بعزم، ويمني نفسه بوقفة شامخة في الميدان، لكن الموت هزمه حين تخلى عنه، وصرفه السلطان من الأسر بابتسامة هازئة. سلبه فخار التحدي وأعاده لأيام الحمد. هو ذا في أبهة العفو يمضي بقايا أيامه بين المرايا المتقابلة، يتسمع صليل سيوف تتقاطر عبر الأزمان، وينازل نفسه كأضحوكة. وهناك دائما رجل يشبهني، ووجع يشبه وجعي. بالتأكيد كان في المدينة عاشق يشبهني، هرب بوجعه من بلد إلى بلد، لاعنا أولئك القساة الذين يبنون مجدهم بأشلاء المحكومات. بالتأكيد سيركع في النهاية أمام السلطان: هاتوا المجنون،
يسبح رحمته وحكمته حين حرره من عبودية الصور ووهب جسد المحبوبة للنسيان. بالتأكيد سيحاول أن يكون لطيفا وهو يعبر عن رغبته في رد المعروف، لكن من ذا الذي يجعل أن يتم الكلام؟ كلمات ثم الصمت، وليس سوى السلطان من يصغي لسكوت المجنون. أقمار تتقلب في شرفات اسطنبول، أقمار أقمار، والسلطان في سماوات أراقي يتقلب بين سؤال وجواب، وهو يفكر في المجد الذي سيورثه للأحفاد. أحفاد أحفاد أحفاد، ثم يهب عليهم من خلف الآفاق سيف يطلب مجدا، نفس السيف. أقمار أقمار، ويطوف السلطان الشيخ حزينا بمقاصير جواريه، وهو يفكر في قدر يسكنه غير سيوف الحرب، يدهمه ذات أوان لا يعلمه ويهد البنيان. بالتأكيد بالتأكيد تؤرقه تسابيح المجنون على الأبواب. بيدك بنيت وبيدك هدمت، من أنت؟